من التفاؤل في أوساط المجتمع الصناعي في مصر بعد إعلان محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر عن إسقاط فوائد بحوالي 31 مليار جنيه عن 5184 مصنع متعثر في مصر. مش بس كده، لكن كمان هيوفروا تمويل جديد للمشروعات المتوسطة والأكبر بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بسعر فايدة 10%. ولأننا في مش بالكلام كنا على مدى 4 سنين صوت للمجتمع الصناعي المصري، وسبق ان احنا فتحنا ملف المصانع المتعثرة مع عشرات من ضيوفنا وزرنا مصانع كتيرة على أرض الواقع، وقلنا كتير ان المصانع المتعثرة في مصر ملهاش أب شرعي، وان مشاكل المصانع مع البنوك وتشددها في تمويلها ما بينتهيش، وعلينا سقف الانتقادات. والنهاردة بهذه الاستجابة الحكومية بمثابة استجابة لكل صرخات المجتمع الصناعي في مصر، لكن هيبقى تساؤل مهم جدا، هل النهاردة مبادرات البنك المركزي بإسقاط هذه الديون وكمان رفع أسماء الشركات والمصانع المتعثرة من القوائم السوداء اللي بيطلق عليها الآي سكور في البنوك، ده هيفتح ليهم المجال إنهم يتعاملوا مرة تانية مع البنوك، ولا ده هيكون إسقاط للديون لكن هذه المصانع لن تعود للحياة مرة تانية عن طريق تشغيلها من خلال القطاع المصرفي، وإنها تعود للعمل وتنضم لعجلة الإنتاج، لأن ده الهدف الأساسي من هذه المبادرات. النهاردة مش المبادرات هدفها أن أسقط هذه الديون أو هذه الفوائد بشكل محدد، لأن الديون مش هتسقط، وأن القرار البنك المركزي قال أن 50% من أصل الدين أي شركة أو أي مصنع متعثر هيقوم بتسديده هيرفع اسمه من قوائم الآي سكور في البنوك، لكن ده بين قوسين هيخلي هذه المصانع مرة تانية تعود لحركة الإنتاج، مرة تانية تتعامل مع القطاع المصرفي، ولا هيفضل التشدد دائم من البنوك سواء العامة أو الخاصة في مصر، ولن تستطيع هذه المصانع بهذه المبادرات إنها تعود مرة تانية للعمل. خلينا كمان نكلم حضراتكم عن افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات في مدينة دمياط، وبشكل خاص مدينة دمياط للأساس اللي بتمثل أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأساس والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأساس في مصر، وبتضم 157 مصنع كبير، ده غير مجمع تجاري ومعرض للأساس ومخازن و 1348 ورشة عمل من المباني الخدمية. كمان في أخبار إيجابية وبتدعو للتفاؤل مرة تانية من خلال المجتمع الصناعي، افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة دمياط للأساس هذا الأسبوع، واللي بتعتبر أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأساس والصناعات المكملة في الشرق الأوسط. هخلينا نقول ان قطاع الاساس ومدينه دمياط للاساس بتضم 157 مصنع كبير، ده غير مجمع تجاري ومعرض الاساس ومخازن و1348 ورشه وعدد من المباني الخدميه اللي هيتم توزيعها على كل صغار المستثمرين اللي هيحاولوا انهم يشتغلوا في هذه المشروعات.